السلام عليكم وأهلا بكم في أول نشرة استثنائية لهذا اليوم والتي نستهلها بجديد الوضع الوبائي ببلادنا، حيث تم تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا لحدود الساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالمملكة إلى 1527 حالة مع تسجيل 3 وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 110، في حين تماثل 19 مصابا للشفاء، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين بشكل تام إلى 141. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تؤكد أنه تكميلا للإعانات الخاصة بالدعم المالي للدولة قصد مساعدة الأسر التي تضررت من التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، أكدت أن لجنة اليقظة الاقتصادية أعلنت أنه يمكن لأرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في خدمة راميد أن يدلوا بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة. محمد رضا العبيدي. بالنسبة لرب الأسرة اللي خدام في القطاع الغير مهيكل واللي ما مسجلش في راميد، فيمكن ليه ابتداء من 8 ديال الصباح نهار الجمعة يقدم تصريح دياله باش يستفد من الدعم، وهذا الشيء بطبيعة الحال حسب العدد ديال الناس اللي موجودين في كل أسرة. فالأسرة اللي فيها جوج ديال الناس أو أقل عندها 800 درهم، الأسرة اللي فيها من 3 حتى 4 ديال الناس عندها 1000 درهم، أما الأسرة اللي فيها أكثر من 4 ديال الناس فغتجيها 1200 درهم. وباش يقدموا هاد الناس تصريح ديالهم إما عبر الحاسوب أو التليفون البورتابل، فعندهم الموقع الإلكتروني www.tadamoncovid.ma. وهنا نأكد على أن الرقم ديال التليفون اللي غادي نعطيوه في المعلومات اللي غادي نسجلو خاصو يكون ديال رب الأسرة فقط. علاش؟ لأن هاد التليفون هو اللي غادي يعلمونا فيه بالطريقة اللي غادي ناخدو بها فلوسنا، وهاد العملية ديال تقديم التصريحات ديالنا غادي تسالي نهار الخميس 16 أبريل مع 12 ديال الليل. وباش نقدمو هاد التصريح ونستافدو حتى حنا، ضروري نعمروا كل المعلومات المطلوبة في المطبوعات الإلكترونية ونتابعوا مزيان باش يكون كل شيء مضبوط. فأي تصريح سجلوا شي حد آخر في الأسرة من غير رب الأسرة اللي خدام عليها ما غاديش يتقبل، وأي تصريح من عند أسرة استفدت قبل من الدعم ديال الدولة حتى هو مرفوض. وأي سؤال عندنا كاين الرقم 1212 اللي غادي نلقاو فيه كل أجوبة. حاجة أخرى، اي تصريح ما عنده حتى شي سبب او مبرر فمولاه غادي يعرض راسه للمتابعه القضائيه. بعد ان استفاد المسجلون اذن في خدمه راميد من الدعم المالي الذي خصصه صندوق تدبير جائحه كورونا قصد مساعدتهم على تجاوز تداعيات حالة الطوارئ الصحية، جاء الدور على غير المسجلين في خدمة راميد. أمس انطلقت عملية الإدلاء بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب وضعيتهم الاجتماعية. حفيد الهواري. أرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في خدمة راميد بدأوا في عملية الإدلاء بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة تبعا لتوجيهات لجنة اليقظة الاقتصادية. ولكن من هم الأشخاص المعنيون بهذه العملية؟ الناس اللي ما مسجلينش في CNSS، الناس اللي ما مسجلينش في الراميد، الناس اللي البطاقة نتاع الراميد ديالهم ما كانتش صالحة إلى غاية 31 دجنبر 2019، وهذه مسألة مهمة. إذن والناس اللي ضررت يعني فقدت العمل ديالها بسبب هذا الحجر الصحي. عملية التصريح تتطلب الإدلاء بمجموعة من المعلومات الشخصية من خلال منصة إلكترونية، ويجب أن يكون المصرح هو رب الأسرة. هاد المعلومات وشنو هي؟ كاين ثلاثة تاع الأنواع تاع المعلومات، غير باش تتبعوا معايا الله يخليكم. المعلومات الأولين كيخصوا الإنسان، زعما شكون هو هاد الإنسان باش نفسرو. خصو أولا يدخل يدير رقم البطاقة الوطنية ديالو، هذه مسألة اللي هي يعني أولية. موراها يدير الاسم
والنسب ديال يدير تاريخ للزياد. كاين الناس اللي ما عندهمش تاريخ للزياد، ما عندوش النهار وما عندوش الشهر، عنده غير السنه، يدير غير السنه. ثم بعد ذلك يدير فين ساكن، يعني اشنو هو الاقامه ديالو. هنايا خصو يقول العماله او الاقليم ويمشي، يعني ايضا حتى يوصل حتى فين كاينه، فين كاين المقدم، حتى لديك البلاصه هذه حتى هي كينص عليها باش يسهل على اللي غادي يدرسوا الملف ديالو، باش يسهل عليهم التقاط هذه المعلومات اللي كتخصو. طبعا لا بد من ملء خانة العنوان الحالي، وهناك أيضا حيز مخصص لنوع النشاط الذي يمارسه المعني بالأمر. كاين النوع ديال الآخر تاع المعلومات اللي هي النشاط اللي كان كيدير هاد السيد، اش ولا هاد السيدة شنو كان يدير، يعني قبل ما كيتضرر من هاد من الوباء، وقبل ما يكون في داره، يعني مجبر باش يبقى في داره. ثم واش هاد السيد ولا هاد السيدة يعني كان يخدم نهار بنهار، كل صباح كيمشي مثلا يعني القوت ديالو يوميا، او لا كان ماجور وما كانش يعني اللي كان مخدمه وما نصش عليه في سي ان اس اس، او لا انه ما مستفدش يعني من الرماد. اذا هذا الشخص هذا يدير ولا في هذاكش المعلومات اللي غادي يديروا له هذه الانواع كان يمارس شي حاجه واحده اخرى، يكتبها بواحد يعني بواحد الطريقه بسيطه، يقدر يستعين بشي واحد باش يكتب له يعني هذا النشاط اللي كان كيديره. لا بد من الإدلاء برقم الهاتف الشخصي لرب الأسرة ضمن المعلومات التي يجب تسجيلها على الحاسوب، فهذا الرقم سيكون صلة وصل مع الإدارة. الله يخليكم، مسألة الهاتف مهمة جدا. علاش؟ لأن هذاك الهاتف هو اللي غادي يكون بينه وبين الناس اللي غيصيفطوا له الفلوس ديالو، على هذا خص يحافظ عليه لأنه هو اللي غادي تجي فيه ديك الاس ام اس. إذا مين يمشي للهاتف ديالو شنو خصو يدير؟ كيدخل الرقم، هذه مسألة عادية، يعني شكون الرقم ديالو. مر هذاك الرقم يعني غادي تجي كاين واحد الزر يوطى عليه باش يقول له اكد لي واش هذا هو الرقم ديالك. مورها جلس واحد شويه غيجي واحد الاس ام اس، هذاك الاس ام اس فيه واحد الربعه تاع الارقام، هذيك الربعه تاع الارقام يدخلها عاود وعاود يوطى على الزر للتاكيد. اذا هنا غادي يجيه واحد الجواب بحال اللي كان جا للناس اللي استفدوا من الرماد. شنو يقول له؟ يقول له سيدي راه الملف ديالك تسجل وباننا رحنا ندرسوه وغادي يجيك الجواب. هذه الفئة من الأشخاص غير المسجلين في خدمة راميد ستستفيد من نفس الدعم الذي حصل عليه المستفيدون من هذه الخدمة حسب عدد أفراد الأسرة، وهي 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها 4 أفراد. وقد بدأ المواطنون في عملية الإدلاء بالمعلومات. تدخل على حسب الموقع وكتسجل المعلومات الاساسيه، وخصوصا رب البيت يعني الزوج، وباش كيعدل كيصرح لشحال عنده ولادو. سيدنا عملنا ديال المبادره، نتمنى ربي يعاوننا بها كي بارك في سبيل الله على حسب الظروف الاجتماعيه ديالنا قاسيه. وستتواصل عملية التصريحات إلى غاية يوم الخميس 16 أبريل في منتصف الليل. والمسجلون في خدمة الرميد يواصلون الاستفادة من الدعم المالي المخصص لهم خلال حالة الطوارئ الصحية. والصورة من مدينة آسفي، حيث توجه أرباب الأسر المشتغلة في القطاع غير المهيكل للشبابيك البنكية من أجل سحب المبالغ المخصصة لهم. الروبورتاج لعبد الغني جبار وعبد الغني الطهراوي. في التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، تتواصل عملية السحب بالنسبة للمرحلة الأولى والتي تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل بمدينة آسفي وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي. أنا واحد من الناس اللي أرسلنا الطالب ديال الناس ديال الراميد للرقم 12 وجاوبونا في ظرف 24 ساعة، صيفطونا الكود وقالوا لنا جيو للشعبي كاش تخلصوا باش يعطونا واحد المساعده ديال 1000 درهم باش نعاونوا بها الوليدات ديالنا. مع كنا جالسين كنا خدامين وجلسنا. انا صيفطت الرقم ديال البطاقه الرميد في 12 12، وصيفطوا لي رساله وقالوا لي داك الفلوس خديها من الشعبي كاش. واليوم راني جيت ناخذ ديك البركه.
وداخل المؤسسات المكلفة بصرف المساعدات يفرض احترام الإجراءات الصحية اللازمة، حيث يسمح فقط لعدد محدود من الزبائن بالدخول. الحمد لله صيفتنا الميساج 12-12 وبعتوا لنا الميساج على 48 ساعة. الحمد لله احنا جينا كلشي منظم هنايا، كلشي السلطات واقفين معنا، كلشي منظم، كلشي مزيان الحمد لله. باش تشدوا هاد البركة باش تعاونوا مع وليداتنا على حسابات، ما بقينا ما خداميش، مرتاحين مع مريحين. وتم تحديد هذه المساعدات المالية في 800 درهم للأسرة المكونة من فردين وأقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص. ونذكر بالرقم الهاتفي الذي أحدثته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للمشاركة في صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد. الرقم هو 1919، حيث أن كل رسالة SMS نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 درهم. والأربعاء الماضي قرر أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله الناظر الأعلى للأوقاف إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات والسكنة ما عدا للموظفين من أداء الواجبات الكرائية، وذلك طيلة مدة الحجر الصحي. إجراء يندرج في إطار العناية المولوية بالفئات المتضررة من آثار جائحة كوفيد-19. من حي الحباس بالدار البيضاء، روبورتاج أمين هناوي وعبد الرحمن زيان. حي الأحباس بالعاصمة الاقتصادية الذي يضم عددا كبيرا من المحلات الحبسية المخصصة للتجارة الحرف المهن ومختلف الخدمات، والتي سيستفيد أصحابها من إعفاء خاص يهم واجبات الكراء طيلة فترة الحجر الصحي، مبادرة تندرج في إطار العناية المولوية لأمير المؤمنين الناظر الأعلى للأوقاف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للفئات المتضررة من أثار جائحة فيروس كورونا المستجد. حال العوين تتباركين، حنا راه مخدامين مردامين، ما كاين لا بيع لا شراء لا والو. وراه على سبيل المثال تلقي نظره من الراس للراس، راه ما كاين لا بيع لا شراء لا والو. جا في المناسبه ديالو، جا في الوقت ديالو، الله يخلي لنا سيدنا. لا الاجواء وراك عارف الدنيا خاويه، هو جرنا تو سولو راك عارف اجواء خاويه، ما كاينش كليان، ما كاينش. وهي راه كان صعوبه، دابا الدنيا الحمد لله ولات خوات وداك الشيء، ولكن الحمد لله جا الاعفاء في محله، الله ينصره والله يزيد المدد ديالو. الإعفاء من واجبات الكراء سيهم مكتري المحلات الحبسية المخصصة لمختلف الخدمات والحرف المتضررين من تراجع أعمالهم وتجارتهم أو توقفها بالكامل خلال فترة الحجر الصحي. الناس مضرين بزاف، وسيرتو هاد الناس ديال الأحباس عندهم المعيشة على قدها، هاد اللي حيديهم هادشي ديال الكراء غادي يعاونهم حتى مع الصير مساك، الله يكون في العون. الإنسان ضعيف والصوائر كثيرة، والله يكون في العون، هادشي مزيان إن شاء الله. كل شيء أصحاب المحلات التجارية حتى هما كيشكروا هاد المبادرة ديال سيدنا الله ينصرو، وكيتمناو ليه الصحة والعافية إن شاء الله. عناية مولوية استقبلها التجار والحرفيون بالمحلات الحبسية بفرح وامتنان في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاربة هذا الوباء ومنع انتشاره بين المواطنين. ووسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، تم بميناء أجدير استقبال الدفعة الأولى من بواخر الصيد في أعالي البحار، وعلى متنها أزيد من 120 بحارا، تدابير تهم التأكد من سلامتهم الصحية قبل التحاقهم بأسرهم تفاديا لأي عدوى محتملة. حجب التامك وحسن سيلة. بعد قضائهم 3 أشهر بالبحر، اليوم تصل الدفعة الأولى من بواخر الصيد في أعالي البحار في إطار الراحة البيولوجية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة اتخذتها لجنة اليقظة الأمنية بميناء أكادير، تتماشى مع خطة الطوارئ القصوى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. جميع الإدارات المتدخلة في ميناء أكادير مجندة بعد واحد اجتماعات ماراثونية، وبطبيعة الحال تحت إشراف ديال السيد الوالي، باش تاخذ جميع التدابير الاحترازية باش هذه العملية إن شاء الله تمر بخير وعلى خير. استعدينا بما تتطلب المرحلة من سلاس، خصوصا ان هاد البحاره هادو راه تقريبا 4 شهور وما خارج للبحر. دونك حنا كنقابه الدور ديالنا هو اننا نوفروا لهم الحمايه الكافيه توصلوا لهم على خير وبخير.
مجموعة من الإجراءات الاستباقية تم وضعها رهن إشارة البحارة من خلال تحسيسهم بضرورة وضع الكمامات الواقية إلى جانب قياس درجة الحرارة بالكاميرا الحرارية. بعد ذلك يتم تسليم التراخيص الاستثنائية لكل بحار والتي ستمكنهم من الوصول إلى غاية منازلهم عبر مجموعة من وسائل النقل محددة في أزيد من 90 وجهة عبر ربوع المملكة. الحمد لله قال الإجراءات اللي كانوا متوفرين لنا وموفرين، وكنشكروا بزاف الشركه اللي موفر النقل جميع البحار في جميع جهات المملكه باش يوصلوا عند وليداتهم بخير وعلى خير. والحمد لله من دخلنا بسلامه وطمأنينا، لقينا كل شيء بخير الحمد لله. كنبغي غير نطمئن الناس اصدقاء ديالنا اللي باقيين في البحر ان كل شيء بخير وان الامور غدوز ان شاء الله بخير. كاين مجموعه من الاجراءات، منها معاينة الحالة الصحية العامة للحارة، وكذا مراقبة درجة الحرارة من خلال الكاميرا الحرارية، ثم هناك توزيع الكمامات وخصوصا تقديم النصائح المتعلقة بوسائل الوقاية. للإشارة فإن هذه العملية ستستمر إلى غاية 22 من هذا الشهر لتأمين عودة حوالي 5000 بحار وضمان التحاقهم بأسرهم في ظروف جيدة وأمنة. وجهتنا الآن مدينة طنطان، حيث يتواصل تنزيل عدة تدابير وقائية ميدانية لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19. عملية تعقيم وتطهير واسعة شملت كافة أرجاء المدينة ومداخلها الرئيسية. الحافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. العشرات من الشباب المتطوع بالإقليم في هذه المبادرة الوقائية جنبا إلى جنب مع أطقم النظافة المحلية سعيا للإسهام في عمليات التعقيم الموسعة التي تنخرط فيها الدوائر الإقليمية بطنطان بهدف التصدي لأسباب انتشار وباء كوفيد-19. المجلس الإقليمي عبأ عددا مهما من المعدات والوسائل اللوجستية الخاصة بالتطهير لإنجاح هذه التدخلات على مستوى كل المسالك والشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ومختلف المرافق العمومية. العملية كبيرة ديال التعقيم اللي بحال هاد العمليات اللي سبقوا لها، وهذه راه شملت جميع الأحياء، وغتكون طيلة هاد الوباء ديال الكورونا كوفيد-19. وراه كما كتشوفوا الشباب هنا في طنطان متحمسين وسميتو باش يكون عملية، باش تنجح هاد العملية ديال التعقيم في جميع أنحاء الإقليم. سخر المجلس الإقليمي مجموعة من الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لتطهير وتعقيم شوارع وأحياء مدينة طنطان إضافة إلى المرافق العمومية، كما تم بناء منصتين على مستوى المدخل الشمالي والغربي لمدينة طنطان لتعقيم وتطهير جميع الآليات العابرة للمدينة، وسعيا لتلافي أسباب الانتقال المحتمل لهذا الفيروس خاصة عبر العربات وشاحنات نقل البضائع والمواد الغذائية التي تلج المدينة. حرصت الدوائر المحلية الراعية لهذه التدخلات الوقائية على نصب منصات مخصصة للتعقيم بمداخل المدينة، إجراء احترازي يأمل المساهمة في حماية المنطقة والمواطنين من أخطار هذه الجائحة العالمية. نصبنا واحد المنصات، فكل واحدة في المدخل الشمالي واحدة في المدخل الغربي ديال الإقليم، اللي داخل من أي سيارات اللي دخلت كتعقم فماتي باش نحاربوا هذا الوباء. وفرنا كذلك مجموعة من سيارات الإسعاف واللي غتكون إن شاء الله رهن إشارة ساكنة الإقليم إذا كانت شي حالة ولا شي حاجة، احنا مستعدين. مجموعة من إن شاء الله غادي تكون من توزيع ديال الكمامات إن شاء الله حتى هو غادي نوفروه. مجموعة من الأعمال اللي كيقوم بها المجلس الإقليمي في إطار هذه محاربة التوعية ديال الساكنة، كذلك مجموعة من الناس اللي كيقوموا بالتوعية ديال الساكنة ديال التابعين للمجلس الإقليمي. إذا مجموعة من الأعمال اللي كيقوم بها المجلس الإقليمي في أجل محاربة هذا الوباء إن شاء الله، ونتمنوا أنه ما تسجل عندنا أي حالة في الإقليم ديالنا. هي حزمة متكاملة من التدخلات الاستعجالية الرامية إلى مواكبة مختلف التدابير والإجراءات الوقائية التي يجري العمل بها لمحاصرة أي تفشي محتمل لهذا الوباء، تدابير تنخرط فيها هذه الدوائر إلى حين انجلاء هذه الجائحة.
وبهدف ضمان الاستمرارية البيداغوجية، التعليم عن بعد متواصل بمختلف الأسلاك التعليمية. والنموذج من مدينة مراكش، حيث تحرص الأطقم التربوية بجامعة القاضي عياد على توفير الدروس عبر منصة رقمية تمكن الطلبة من متابعة دراستهم بشكل تفاعلي. سمية بالعياشي، حسن سكور وعادل معروفي. الحوار الدائر بين هذا الأستاذ وطالب في السنة الرابعة بكلية الطب يتعلق بدرس تم إعطاؤه يوم أمس. تساؤلات واستفسارات الطالب تجد عند الأستاذ رحابة صدر وإن كان التواصل عن بعد. دابا دزنا المرحلة الثانية، وهي مرحلة ديال دروس تفاعلية اللي بديناها من البارح وبديناها مع الطلبة، وكان واحد الخيرات كبير ديال الطلبة ديالنا اللي عن يزيد أكثر من 200 طالب اللي كانت مباشرة مع الدروس، وكان واحد تفاعل كبير، كارتصامات مزيانة مع الطلبة اللي جاوبونا على هذا. وحنا كنتمناو إن شاء الله باش نمشيو بهذه الطريقة هذه، باش تكون يعني الامتحانات ما تكونش صعيبة على الطلبة. بقاعة أخرى يؤطر أستاذان آخران دروسا بطريقة المسابقة، طريقة لقيت تجاوبا كبيرا من طرف الطلبة بفضل خصائصها المختلفة عن الطرق التقليدية في اختبار المعلومات لدى الطالب. في هذا الاستوديو هذا كيمكننا باش الأساتذة ديال الكلية يتواصلوا ويعطيوا الدروس ديالهم مباشرة مع الطلبة ديالنا اللي كانت واصلوا معهم عبر عدة قنوات. كاين المنصة ديال الدرس الدروس عن بعد اللي مفتوحة واللي هي ديال الجامعة وديال الكلية، كاين عندنا تواصل عن طريق اليوتيوب، كاين عندنا التواصل عن طريق الفيسبوك، وكاين عندنا التواصل عن طريق الواتساب. دونك كنحاولوا نوعوا طرق ديال التواصل، لأن الهدف الأول والأخير هو أننا نوصلوا للطلبة ديالنا الدروس ديالهم ويتعاملوا على كأنه الدروس قائمين داخل الكلية. كلية العلوم بدورها تواصل التقدم في إعطاء الدروس النظرية التطبيقية والتوجيهية عن بعد عبر الإنترنت، عملية تتم بنجاح في ظل أجواء تفاعلية تحرص الجامعة على توفيرها. احنا تنحاولوا باش نديروا دي فيديو للطلبة تي بي سو فورم ديال لي فيديو، ونديروا التي بي بحال الطالب هو براسو اللي تيدير التي بي. دونك تناخذوا الوقت، دونك الا كان التي بي في 4 سوايع تنقسموا ديك لا فيديو اون 3 ولا 4 ولا 5 ديال لي بيتي فيديو، وتنديروا التي بي في 4 سوايع افيك دي زيكسبليكاسيون كلشي كاع داكشي بالوضوح، وتنحطوا هذوك لي فيديو في لا بلاتفورم ديال لونيفرسيتي قطاع رياض. كرينا لي جروب كاع ديال الافواج ديال الطلبه اللي موجودين في المؤسسه من لا ليسونس ماستر الفيليير دانجينيور، والاستاذ تيدخل تيلقى القسم ديالو كلشي مكون، تيانفيتي الطلبه ومن هنا تيبدا الكورس ديالو اون ديريكت مع الطلبه افيك اون انتيراكتيفيتي، اون برانسيب تيكونوا دي كيستيون ديال الطلبه بحال نورمالمون اون سيميلاسيون ديال ان كور اون بريزونسيال مي الي فيرتويال. بكل عزم تمضي الجامعة بالعملية البيداغوجية عبر تمكين الطلبة من التحصيل عن بعد والتهيئ للامتحانات نحو النجاح. وينضم إلينا مباشرة من مدينة مراكش السيد حسن حبيض رئيس جامعة القاضي عياد. سيد حسن، بعد التحية، جامعة القاضي عياد بمراكش انخرطت إذن في التعليم عن بعد بهدف إنجاح حالة الطوارئ الصحية اللي وضعتها السلطات المختصة، كيفاش يعني كتفاعل طاقم تدريس مع هذه العملية سيد حسن؟ شكرا على الاستضافة الأخ محسن. أولا جامعة القاضي عياد وبنفس الروح الوطنية التي اصطفت بها وتعبأت كل مكونات الشعب المغربي وراء جلالة الملك في هذه الظروف، جندت جامعة القاضي عياد كل إمكانياتها البشرية والمادية والعلمية للعمل على مجموعة من التدابير، ووضع مجموعة من التدابير التي أبنت فيها كل مكونات الجامعة، أساتذة إداريين وطلبة عن روح معنوية عالية من التآزر والتآخي خدمة للصالح العام. ففيما يخص التدريس عن بعد،
بسرعة قياسية تحولنا من التدريس الحضوري إلى التدريس عن بعد، مستغلين السبق الذي عرفته جامعة القاضي عياد في مجال الرقمنة وبالإمكانيات اللوجستيكية المتوفرة. ولكن بخصوص أن عندنا خبرة مكتسبة عند الأستاذ وعند الطالب في استعمال الرقمنة، ربما ركزنا في الأساس وفي الأول وهلا في الأسبوع الأول على طمس الهوة بين الحقول المعرفية وجعلها على نفس المستوى من استعمال تقنيات الرقمنة. ولكذلك وضعنا خلال أسبوع بعد وضع المصادر الرقمية على المنصات وموازاة مع تسجيل الدروس، مررنا إلى التدريس التفاعلي كما ورد في الروبورتاج والذي أشكركم عليه بين الأستاذ والطلبة. وفي هذا الباب لا يمكن إلا أن نثمن الاتفاق الحاصل بين الوزارة الوصية وقطاعات الاتصال الوطنية، كنثمن كذلك فتح التلفزة الوطنية والإذاعات الجهوية أبوابها لتمكيننا من برمجة المحاضرات والدروس عبر الشاشة وعبر الأتيل. عملية التدريس عن بعد لا تخص الدروس النظرية فقط، بل كذلك تهم الأشغال التطبيقية كما شاهدتم، وهناك إبداع في هذا المجال، وكذلك مناقشة بعض البحوث نهاية السنة تجدر الإشارة إلى أن هناك متابعة يومية من طرف تقنيين ومهندسين وأطرنا للولوج إلى المنصات ومن طرف الأساتذة، وكذا التواصل المباشر مع الطلبة من طرف رؤساء الشعاب ومنسقي المسالك ومنسقي الوحدات وكل أساتذة سيد حسن للعمل على تجاوز كل الإكراهات التقنية التي قد تحصل. كيف ما قلت سيد حسن، تيتم الإعداد ديال سلسلة المحاضرات لفائدة الطلبة، علما أن التدريس الجامعي في بعض التخصصات كيضم دروس نظرية وأخرى تطبيقية، كيفاش كتعاملوا يعني مع هذا النوع من الدروس؟ هناك كما قلت لم نقتصر على الدروس النظرية، انتقلنا وفي حدود الأسبوع الثاني إلى دروس تطبيقية تفاعلية عبر مايكروسوفت تيمز، جوجل ميت، عبر مجموعة من الآليات الرقمية، والتي لنا فيها ككل الجامعات المغربية ولكن لنا نوع من السبق في جامعة القاضي عياد في هذا المجال، مكن أساتذتنا من التواصل. هناك من بعض الأساتذة من برمجوا بعض الفروض، وهي ليست فروض امتحان بل فروض ليتبينوا هل الطلبة في هذه الفترة تمكنوا من الاستيعاب، ومن هم الذين كانت لهم اتصال ومثابرة يومية أم لا. هذا نوع من التعامل. هناك كذلك الأشغال التطبيقية لي طرافو براتيك، كان هناك إبداع من عندنا واحد المجموعة من الأشغال التطبيقية خاصة في الفيزياء في الطب اللي هي موجودة وكانت كتستعمل من قبل، ولكن في الكيمياء وفي البيولوجية اللي بعض التطبيقات راه شاهدتوا في الروبورتاج كان كاين هناك عملية ديال تسجيلها بالكاميرا وكيصيفطوا للطلبة ديالنا الوثائق وكيشتغلوا عليها وكيرجعوا لهم الأجوبة ديالهم. هذا النجاح إلا سمحتوا لي الأخ محسن، هذا النجاح لا يمكن إلا كان هناك نجاح في احتواء هذه الظرفية، فيعود كذلك للطاقم الإداري والتقني وللمهندسين والمتصرفين والذين كذلك استثمروا تجربة الرقمنة لجامعة القاضي عياد للعمل الإداري عن بعد، حيث أصبحنا اليوم ليس فقط أننا نحصروا في العملية البيداغوجية، بل كذلك مشينا كان الجامعة استشرفات المستقبل بتوجيه البحث لمجموعة من المقاربات الاجتماعية والعلمية والسوسيولوجية لما بعد الأزمة عبر توجيه البحث العلمي. هناك كذلك جامعة القاضي عياد خلقت مركز للاستماع. نعم سيد حسن، إذا الأكيد أن الطلبة والأساتذة تبقوا على تواصل مستمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال هذه المنصات اللي قلتي. شنو التقييم ديالكم لهذه العملية لحدود اليوم؟ هو تقييم جد مطمئن، أقولها وبصدق. هناك بعض النسب قليلة جدا، ونعمل يوميا عبر الخطوط الهاتف التي فتحناها للطلبة في كل الكليات عبر التواصل الاتصال بهم. سبق لي في واحد التصريح سابق للقناة الوطنية مشكورة أنني تحدثت على ما سمي بليكا كونتاكت، بهذه العملية أننا يمكننا نرسلوا
الاس ام اس لجميع الطلبه من خلال واحد التطبيق عندنا في المنصه باش نعرفوا الجواب ديالهم اما اس ام اس ولا الايميل. هذه كلها عمليات اللي كتمكننا كاين تتبع. نعطيك رقم بسيط جدا، في كليه العلوم في الاسبوع المنصرم هناك اكثر من 1,300,000 مره اللي كان فيها الطلبه دخلوا المنصه ديال كليه العلوم. بالنسبه لكليه العلوم والتقنيات كما لاحظتوا كما اكد عليه السيد العميد كيبان لكم بان كاين تواصل يومي، كاين دروس يوميه والدروس التطبيقيه والتوجيهيه كاينه يوميه. كل الاساتذه اما عبر استغلوا جميع الوسائل المتاحه للرقميه، ولكن استغلوا كذلك ان عندنا واحد السبق اللي كانت تنبأت لهذا القاضي عياد كان عندها في هذا في المساله ديال الرقمنه. كما كنت نقول حتى في التفاعل مع المجتمع ومع نبض المجتمع هناك خلق طلبه واساتذه علم الاجتماع وعلم النفس كليه الاداب خلقوا بواحد المركز ديال الاستماع، مركز ديال الاستماع النفسي. هناك كذلك تزويد المستشفى وبشراكه مع بعض الشركاء كوم لا سي جي ام ببعض على سبيل المثال بعض الوسائل ديال الوقايه لي فيزيير لو جيم. نعم سيد حسن، اذا هو عمل متواصل، اذا هو عمل متواصل ومستمر، مشكورين عليه. كنتم معنا مباشره من مدينه مراكش سيد حسن حبيب رئيس جامعه القاضي عياد. ونتوقف اللحظة مع الشاشة التفاعلية وجرد لعدة إجراءات وتدابير احترازية تواكب حالة الطوارئ الصحية. أهلا بكم. أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن إنتاج الخضروات يغطي حاجيات السوق الوطنية إلى غاية جنبر 2020، وأوضحت الوزارة أن الإنتاج المتوفر من الخضروات حاليا بالأسواق ناتج عن محاصيل توزيع الزراعات التي تمت خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الإنتاج يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهري أبريل وماي. هذه المنتوجات ستكون متوفرة أيضا في السوق ابتداء من شهر يونيو بفضل تنفيذ برنامج الزراعات الربيعية والذي يوجد في مرحلة متقدمة من إنجازه. استطاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار صرف التعويضات الجزافية المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية من تمكين أكثر من 86 مستفيدا من التوصل بتعويضاتهم عن شهر مارس 2020 عن طريق التحويل البنكي. وبالنسبة للأشخاص الذين تعذر الحصول على أرقام حساباتهم البنكية فقد توصلوا من قبل الصندوق على هواتفهم الخاصة بالقن السري ومؤسسة الأداء. أما بالنسبة للأشخاص الذين تعذر الحصول على أرقامهم الهاتفية فقد تمت مراسلتهم بنفس المعلومات عبر البريد. أعلنت مؤسسة التعاون الوطني أنها شرعت في عملية تحويل الدعم المالي للجمعيات الشريكة لها منذ الثالث من مارس الماضي، وذلك في ظل الظرفية الاستثنائية التي تمر بها المملكة. وأوضحت المؤسسة أنه بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي لا زالت تقدم خدماتها فقد توصلت جميع الجمعيات المسيرة لها بالمنحة برسم سنة 2019. أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة المرحلة الثانية من عملية سلامة لدعم الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارهم الفئة الاجتماعية الأكثر عرضة للخطر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. هذه الخطوة التي تم إطلاقها بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تهدف إلى توفير عدة السلامة للنظافة والوقاية من فيروس كورونا المستجد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتشكل هذه العملية إجراء لتعزيز الحفاظ على صحة هذه الفئة الاجتماعية وتقديم الرعاية والدعم بما يلائم احتياجاتها الجديدة في سياق جائحة فيروس كورونا. أشكركم على حسن المتابعة وألقاكم بعد قليل ضمن نشرة الظهيرة.